مات رئيس تشاد إدريس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات مع المتمردين بشمال البلد حسب ما قاله الجيش عبر التلفزيون الرسمي. وقال الجنرال عظيم براماندو إغوانا المتحدث باسم الجيش في البيان إن ديبي لفظ أنفاسه الأخيرة دفاعا عن دولة ذات سيادة في ساحة المعركة. والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: ماذا بعد مقتل الرئيس ديبي؟ في هذا الصدد يجمع مراقبون أن مقتل الرئيس إدريس ديبي يشكل منعطفا خطيرا للبلاد، والبعض يشكك في الرواية الرسمية التي قدمها المجلس العسكري الانتقالي، وثمة من يؤكد وجود ما يسمى بطابور خامس داخل الجيش. التساؤلات مشروعة عن دلالة طلب سفارات دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من رعاياها عدم القدوم إلى تشاد قبل 3 أيام من مقتل ديبي، كما أجلت واشنطن دبلوماسييها غير الأساسيين من تشاد، كما أن وجود المعارضة المسلحة على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة لم يكن يمثل تهديدا كبيرا يستوجب هذه البيانات والخطوات الغربية. وثمة من يربط بين الأزمة الحالية في تشاد وتطورات المشهد الليبي، خصوصا مع قرار مجلس الأمن الدولي طرد جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا وبينهم مرتزقة من تشاد، إضافة إلى توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بتشكيل حكومة جديدة. الرئيس القتيل محمد إدريس ديبي أصبح شخصا غير مرغوب فيه بعد أن استنفذ جميع الأعذار التي ظل يقدمها داخليا، كما أن الإجراءات التي أعلن عنها الجيش أشبه بالتدابير الانقلابية. لكن بعض المراقبين يروا أن ديبي لم يكن قد خسر الدعم الخارجي بعد أن أرسل كتيبة من الجيش التشادي إلى منطقة الساحل في المثلث الحدودي بين النيجر وماري وبوركينا فاسو، حظيت بترحيب من القوى الغربية خصوصا فرنسا التي غضت الطرف عن مخالفات جسيمة شهدتها الانتخابات الأخيرة في تشاد. وبعد يوم واحد من إعلان فوزه بفترة رئاسية سادسة استكمالا لمدة حكمه التي امتدت نحو 30 عاما، لقي الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مصرعه وفق بيان للجيش، متأثرا بإصابة لحقت به أثناء تفقده قوات حكومية تحارب المتمردين في شمال تشاد. وقد نعى المتحدث باسم الجيش آل تشادي ديبي وأعلن تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس الراحل الذي سيتولى إدارة البلاد لمدة 18 شهرا، إضافة إلى جملة إجراءات لإدارة البلاد في الفترة المقبلة رفضتها جبهة الوفاق من أجل التغيير المتمردة في تشاد، التي أكدت أنها لن تخضع لأي كيان يمارس السلطة بعنف وفق قولها. كما أعلن الجيش حل البرلمان والحكومة وفرض حظر التجوال بين 6 مساء والخامسة صباحا وإغلاق منافذ البلاد حتى إشعار آخر. وكانت الاشتباكات بين القوات الحكومية والحركات المسلحة في منطقة زيكي بإقليم كانم شمال غرب تشاد قد تسببت في وقوع مئات القتلى والجرحى. وكان ديبي الذي بلغ السلطة في انتفاضة مسلحة عام 1990 من أطول الحكام بقاء في السلطة في أفريقيا، وذهب إلى الخطوط الأمامية في مطلع الأسبوع لزيارة القوات التي تقاتل المتمردين المتمركزين عبر الحدود في ليبيا. وكان ديبي حليفا قديما لفرنسا وقوى غربية أخرى في معركتهم ضد الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي، ولكن كان هناك استياء متزايد من إدارة حكومته لموارد النفط في البلاد. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعربت عن قلقها إزاء العنف في تشاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في اشتباك مع المتمردين من جبهة التغيير والوفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتابع عن كثب الوضع السياسي في تشاد، وأضاف أن الولايات المتحدة ستكون قلقة إزاء أي عقبات أمام الانتقال الديمقراطي للسلطة في تشاد،
والسؤال المهم، ماذا ينتظر تشاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي؟ إذ انطلقت ردود فعل دولية واسعة بعد واقعة مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، فيما نددت المعارضة في البلاد باستيلاء الجيش على السلطة، ووصفت الخطوة بأنها انقلاب، ورفضت خطة انتقالية وضعها الجيش للبلاد، كما دعت نقابات عمالية لتنظيم إضراب عن العمل. وقد أصدر ما يسمى بالمقاومة الوطنية لجبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد التي قتل الرئيس إدريس ديبي خلال مواجهة مع قواتها شمال البلاد، أصدرت بيانا صحفيا حول مجريات الأحداث التي تمر بها تشاد، وقال البيان إن تشاد ليست ملكية، ولا يمكن أن يكون هناك تفويض وانتقال للسلطة بين الأسرة الحاكمة في البلاد. وأضاف البيان أن قوات المقاومة الوطنية لجبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد في هذه اللحظة متوجهة إلى العاصمة بثقة تامة وبشجاعة، وقبل ذلك كله بتصميم تام، على حد قول البيان. وتابع: دعونا جميعا نملأ صدورنا وقلوبنا بتطلعات السلام، ونملأ الأراضي والساحات التشادية ترانيم السلام، دعونا نجعل من نشيدنا الوطني حقيقة يزدهر ويحيا، ولنجعل الأمل مدونة لقواعد السلوك والجهد. وقد أعلن المتمردون التشاديون المنضوون تحت ما يسمى جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد أن قواتهم ستقوم باقتحام العاصمة بعد انتهاء مراسم دفن الرئيس إدريس ديبي الذي قتل خلال مواجهات مع قوات الجبهة. وأصدرت الجبهة بيانا جددت فيه رفضها الاعتراف بالمجلس العسكري الذي حل محل الرئيس آل تشادي، ورفضت كذلك الميثاق الدستوري الذي تم تبنيه من قبل المجلس العسكري الانتقالي، ووصفته بأنه غير قانوني وغير شرعي. وأعلن المتمردون أن الجبهة تعمل حاليا مع جميع القوات الوطنية في تشاد لإنشاء هيئة انتقالية تؤدي إلى تحديد جدول وبرنامج لفترة انتقالية حقيقية، ودعت ما وصفتهم جميع التشاديين المحبين للعدالة للانضمام إليهم في هذه المعركة ضد ما أسموه التوريث والملكية. واختتم البيان أن قوى المعارضة الوطنية مصممة أكثر من أي وقت مضى على تخليص الشعب التشادي من هذه الدكتاتورية البغيضة. وقد توافد رؤساء الدول على تشاد لحضور جنازة ديبي، إذ وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الغيني ألفا كوندي وعدد آخر من الزعماء الأفارقة إلى العاصمة التشادية للمشاركة في جنازة ديبي، على الرغم من تحذيرات من المتمردين بأن على الزعماء إلى جانب عدم الحضور لأسباب أمنية. كما وصل رئيس دولة النيجر محمد بازوم ورئيس المجلس الانتقالي المالي نادو با والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ورئيسة وزراء الغابون روس أوسوكا. وكان في استقبال الوفود النائب الأول لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي وعدد من جنرالات المجلس إلى جانب عمدة العاصمة ومندوب الحكومة لدى البلدية. ما الذي سيحدث في تشاد؟ هذا ما ستخبرنا به الساعات القادمة.